السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بقى بقية الحلقة بتاعة الايتمز كنترول. المفروض ان دلوقتي هنشتغل على الجزء بتاع الفيو بتاعها، لان احنا خلاص كتبنا كل الكود اهوت جوه الانترفيس بتاعنا هنا اهوت. ده الجزء اللي احنا اشتغلناه الحلقة اللي فاتت. هنبدأ بقى واحدة واحدة نعمل الفيو لجزء جزء فيها. اول حاجة عندي اللي هو الاندكس، طبعا بنضغط هنا رايت كليك عليها ونعمل اد فيو. بتبقى من نوع ليست فيو، نختار التايب بتاعها هنا ليست فيو. دايما الاندكس عندي بنخليه ليست فيو. التيبل بقى اللي احنا شغالين عليه هنا كان المفروض بتيبل التيبل بتاع الايتمز اهو. نضغط هنا ونختار هنا عشان المفروض اللي احنا عاملينه، فهضيف هنا جو فيو اهوت. نبدأ بقى بس مجرد اللي احنا بنعمل زي ما اتفقنا تعديل بسيط، او عايز تسيبه زي ما هو على حسب بقى رغبتكم. يعني هو المفروض ان انا عايزه اطلع اعمل لينك هنا عشان لو هعمل كرييت ايتمز جديد اول، واعمل كول على الفيو اللي هو اللي لسه هنضيفه برضو اللي هو الكرييت. اول بدانا نعمل الاي دي والنيم والمانفاكتورز والجينيريك نيم والكاتيجوري والكوانتيتي، الحاجات دي كلها دخلناها المره اللي فاتت جوه الميثود اللي احنا اشتغلنا عليها. وبدانا نعمل اهوت فور اتش الايتمز اللي جواها، بيطلع لي من جواها الاي دي والنيم والمانفاكتورز والدراجز والكاتيجوري والكوانتيتي الكميه بتاعتها. وبدات ان انا اعمل برضو اعمل هنا لو هعمل اديت او ديليت او الاديت والديتيلز والديليت بالاي دي، طبعا بالايتم الاي دي في كل مره فيهم اهو بالايتم اي دي. كده خلصنا الجزء اللي هو الفيو بتاع الاندكس. نروح بقى للمرحله اللي بعد كده الفيو بتاع الديتيلز. هنضغط عليها رايت كليك ونعمل اد فيو. نختار طبعا من جوه التمبلتس، هنختار من نفس النوع هنا ديتيلز، يبقى تحت تكون ديتيلز زيها بالظبط. ونختار الكلاس اللي احنا شغالين عليه اللي هو الايتم كلاس اهوت الايتم. وبعد كده نضغط اد. انا كنسلها واروح بقى على اللي انا عاملاها هي اد فيو جوت فيو اهوت بنفس الطريقه زي ما اتفقنا. اول بتبقى هو طبعا حاطط لي كل حاجه عليها، بيطلع لي النيم الدراجز نيم والجينيريك نيم والمانفاكتورز الشركه المصنعه بتاعتها هي والكاتيجوري بتاعتها والنيم بتاع اللي هو الايتمز نفسها، كل الديسكريبشن بتاع كل الحاجات اللي هو موجوده جوه التيبلز بتاعه الايتمز بيطلعها، واللاست ابديت اللي هو تاريخ اضافه الايتمز لما كنا ضفناه. ويطلع لي اللينكين بقى اللي هو عايز تعمل اديت عليها ولا عايز ترجع في كلامك وتعمل باك تاني، هو بناء عليها هو بنرجع تاني لو احنا عاوزين اللي احنا ما نعملش اديت مجرد ما شفت الديتيلز بتاعتي. نروح بقى على الميثود الثانيه اللي هي بعد كده كرييت، هنعمل عليها جو تو فيو او اد فيو الاول. اول التمبلتس بتاعتنا لازم تكون نفس الشيء اللي اسمه هو كرييت، وابدا اختار التيبل اللي هو بتاع الايتمز اللي انا شغاله عليه اول. من هنا اضغط على الايتمز واضغط اد. هنا انا اروح برضه جو تو فيو اهو، بدانا اللي انا جواها. طبعا هو برضو مدولي الكود اللي هو بيبقى عامل فاليديشن بقى على السمري فاليديشن على الكل، وبدا برضو مديني دروب داون ليست اهوت حاطط فيها كل الدراجز نيم بالاي دي بتاعها اللي هو الهيدن فيلد بتاعها، طبعا مش الهيدن فيلد اللي هو بيكون لها الفاليو بتاعتها اللي فيها من نيم التايب والفاليو اهوت. بدأ يدخل اهوت وبرده حاطط عليها اللي هو فاليديشن مسج لو انت لو ما اخترتش برده الدراج. وبرده نفس الموضوع على الشركات المصنعه برده حاططها لي جوه لسته هي زي ما احنا كنا عملنا لها الليست فيو بتاعتها، كنا عملناها كتبنا لها الكود بتاعها اللي هي تظهر جوه لسته. وبدأ برده هنا عامل لي اديتور، احنا طبعا بندخل حاجه جديده، فهو بدأ يفتح لي اديتور اللي انا اكتب النيم بتاعها والديسكريبشن النيم والديسكريبشن على حسب بقى ما اللي هو التيبل كان داخل جواه ايه اهو.
وبدأ يقفل بقى خلاص التيبل ويحط لينك تحت لو انت عاوز بوست باك للاندكس من تاني. كده خلاص خلصنا البيو اللي هو موجود عندنا اللي هو متعلق بالكرييت. بدخل انتر بوتين او رايح للتابلوكيت بتاعتها. نبدأ بقى نضيف واحد فيو جديد اللي هو كان ده المفروض الدور على الايديت فيو اهو. اروح برضو دبل كليك رايت كليك عليها واعمل اد فيو ويكون من نوع ايديت برضو اللي هو التمبلت بتاعه هيبقى من نوع ايديت. واختار اللي هو الكلاس اللي انا شغال عليها اللي هو متعلق بالتيبل بتاع الايتمز. هنا انا هروح جو تو فيو وطبيعي بيبقى مديني ده كله موجود اهو. بس لو حابين تشوفوا تعملوا تعديل بسيط عليه بس هنا اهو. سامري فاليديشن برضو موجود عليها ومديني اديتور عشان احط القيمه الجديده للنيم الجديد للايتمز. وبرضو مديني تكست اديتور تاني برضو موجود هنا برضو عشان ادخل عليه اللي هو الديسكريبشن الجديد برضو ليها. وبنفس الطريقه برضو مديني الدروب داون ليست اللي هو الاسامي الشركات المصنعه والليبرز برضو دروب داون ليست عشان لو حابه ان انا اغير برضو اختار حاجه جديده من جواهم. وبنفس الطريقه اللي فاتت وبرضو هيديني اللي هو تشيك لو عايز ارجع تاني للاندكس من تاني. هو شغل الام بي سي بيبقى احسن بكتير جدا من شغل الاس بي دوت نت، بيبقى اريح في الاكواد بتاعته. انا هو مسهل الموضوع جدا جوه ال يعني تقريبا بيديني الاكواد جاهزه يعني مجرد ما انت بتعمل خلاص الاكواد اللي جوه الانترفيس جوه الكنترولر هنا والاكواد كمان بتحس ان هي متكرره دايما بمجرد ان انت عملتها خلاص تلقائي بتلاقيها موجوده في البيوت بيريحنا فيها جدا يعني. نروح بقى على مرحله اللي هو الديليت. طبعا هنعمل اد فيو من نوع التمبلتس بتاعها من نوع ديليت وبعد كده نحدد الكلاس اللي احنا شغالين عليه اللي هو شايل التيبل بتاع الايتمز. هنبدا نعمل الديليت هنا. هي اتفتحت عندها هي بيطلع لي بس كل الحاجات اللي موجوده جوه الايتمز بالاي دي بتاعها النيم بتاعها والديسكريبشن والدراجز نيم والمانفاكتورز نيم. بيطلع لي كل الحاجات اللي انا عايزه اعرضها عشان اتاكد والكاتيجوري بتاعتها. طبعا كل ده طلع خلاص من جوه الداتابيز عشان اتاكد انا عاوز اعمل ديليت ولا لا. الديسكريبشن هو بمجرد اللي انا بالبطن اللي هو الانبوت من نوع الانبوت من نوع التايب بتاعته من نوع سبميت مجرد بضغط بقى على الديليت بتاعته يبدا يعمل يلغي من الداتابيز. وهنا برضو اللي هو الاكشن لينك دوت لو عاوزه ارجع تاني ريتيرن تاني للفيو بتاع الاندكس. كده خلاص تقريبا احنا خلصنا خلاص الكنترولر بتاعت الايتمز وخلصنا الدراجز وخلصنا المانفاكتورز. ان شاء الله الستوك هو اللي هيبقى المخزن ان شاء الله هو اللي هيبقى عليه الدور المره اللي جايه. استنوني في بقية الحلقات وبرده ان شاء الله هنعمل فيو هنشوف جوه جوجل جوه البراوزر هنفتح جواه كل الحاجات دي هنشوفها مع بعضها مره واحده ان شاء الله في الحلقه اللي جايه واحنا بنضيف الستوك ان شاء الله الكنترول بتاع الستوك. استنوني الحلقه الجايه بامر الله هتكون الحلقه رقم 8. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.